بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. جعل في قصص الأنبياء والمرسلين عبرة للمعتبرين وقدوة للصابرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعتبروا بما قصه الله عليكم من قصص الماضين، ومن ذلك ما قصه الله سبحانه وتعالى عن موسى وفرعون. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قاسمين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، إلى آخر الآيات. وفرعون لقب لمن يملك مصر في القرون الماضية، يقال له فرعون. وكان هذا الملك المعني في هذه الآيات كان ملكا جبارا متكبرا عاتيا، بلغ به الحد الى ان ادعى الربوبيه، فقال انا ربكم الاعلى. وكان شعبه يتكونون من فئتين: الفئه الاولى الاقباط، وهم جماعته وطبقته، وهم الملأ الذين بأيديهم الثروة وبأيديهم المناصب وبأيديهم السلطة. والفئة الثانية بنو إسرائيل من أولاد يعقوب عليه السلام، وكانوا مستضعفين تحت طبقة الأقباط، سيطرون عليهم ويسخرونهم في أخس المهن، وكانوا يتجبرون عليهم غاية التجبر، ويستدلونهم سوونهم سوء العذاب، يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، إلى غير ذلك من أنواع الذلة وأنواع المهانة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يغير على هؤلاء وأن يبدل قوتهم إلى ضعف، وأن يرفع المستضعفين الذين كانوا خيرا من القرد، لأن بني إسرائيل هم خير أهل زمانهم، لأنهم من أولاد الأنبياء، من أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام.
وبلغ فرعون أنه سيخرج من بني إسرائيل فتى يكون زوال ملكه على يده، فاهتم بهذا الأمر واستعمل الحذر، ومن ذلك أنه صار يقتل، أنه كان يقتل أبناء بني إسرائيل. إذا ولد المولود إن كان ذكرا قتله، وإن كان أنثى تركه. فلما كثر القتل في بنت المواليد شكى إليه القبط وقالوا إن استمرت على هذا لم نلقى من يخدمنا، فإنهم سيفنون ولا نلقى من يخدمنا. فرفع القتل عنهم سنة ووضعه فيهم سنة، فكان يقتل مواليد سنة ويترك مواليد سنة. وكان هارون عليه السلام ولد في السنة المعفاة التي لا يقتل فيها، وولد موسى عليه السلام في السنة التي فيها القتل. فخافت عليه أمه لما ولدته، خافت عليه، فأوحى الله إليها، يعني ألهمها، في أن وضعته في صندوق تابوت، ووضعته في نهر النيل، فإذا أحست بالطلب تركته يحمله النيل ويبعده عنه. صنعت هذا بإلهام من الله سبحانه وتعالى، فجاءوا يطلبونه فتركته مع الماء، ذهب به إلى أن وصل به إلى بيت فرعون، فرأوا التابوت مع الماء فأعجبهم ذلك، فأخذوه التقطوه، ولما فتحوه وجدوا فيه هذا المولود الذكر. فلما رأته امرأة فرعون حنت عليه ورحمته ومنعت فرعون من قتله، قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. كان فرعون لا يولد له، فتركه لكن التمسوا له من يرضعه فلم يجدوا مرضعة يقبل ثديها، كلما جاءوا له بالمرضعة أبى أن يرضع منها. حرمنا عليه المراضع من قلب. فجاءت أخته، أخت موسى، لأن أم موسى حزنت عليه، فأرسلت أخته تبحث عنه، فوجدتهم يحملونه ويلتمسون له من يرضعه، فعرفته، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يقبلونه لكم وهم له ناصحون؟ ففرحوا بذلك وأرسلوا معها القوابل تحمله إلى أم موسى، فآجروها على أن ترضعه لهم، فرده الله إلى أمه لتقر عينها ولا تحزن، فصارت ترضعه وتأخذ الأجرة. فلما كبر موسى عليه السلام تربى في قصر فرعون، وصار يأكل من مآكله ويلبس من ملابسه ويركب من مراكبه معززا مكرما، إلى أن حدثت قصة، وهي أن موسى عليه السلام جاء يمشي فوجد رجلين يقتتلان يتضاربان، واحد من بني إسرائيل قبيلة موسى والآخر من الأقباط من قبيلة فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته
الذي هو من بني إسرائيل استغاث موسى على عدوه على القبطي، فضربه موسى عليه السلام بيده ضربة واحدة فقضى عليه وقتله، وعند ذلك ندم عليه الصلاة والسلام وتاب إلى ربه، طلب منه المغفرة فغفر له. إلا أن أهل القتيل صاروا يبحثون عن القاتل، صاروا يبحثون عن القاتل فدلوا على موسى عليه السلام أنه هو قاتله، لكن كيف يصلون إليه من حاشية فرعون؟ جلسوا يتشاورون، فسمعهم رجل فذهب إلى موسى مسرعا، قال له: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج من مصر، خرج من مصر خائفا يترقب، وذهب إلى مدين، ذهب إلى مدين، ولما وصل إليها وجد رجلا كبيرا عنده أغنام كثيرة وليس عندها من يرعاها إلا ابنتان له ضعيفتان، فعرض عليه ذلك الشيخ الكبير أن يرعى غنمه مدة 10 سنين أو 8 سنين على أن يزوجه إحدى ابنتين، فقبل موسى عليه الصلاة والسلام وعقد على بنت الشيخ وصار يرعى الغنم حتى أكمل المدة. فلما قضى موسى الأجل سار بأهله، حمل أهله ورجع من أرض مدين إلى مصر معه أهله. فبينما هو في الطريق وفي ظلام الليل وشدة البرد، ظل الطريق وأصابهم البرد، فرأى نارا في جانب الطور، فأمر أهله بالجلوس والانتظار، ودخل إلى النار ليأتي منها بقبس يصطلي عليه هو وأهله ويأخذ خبر عن الطريق، ولكن صار الأمر غير ما يتصور موسى عليه السلام. لما وصل إلى النار ناداه ربه عز وجل وقال: يا موسى، إني أنا الله رب العالمين. فكلمه بكلام سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، ثم أمره أن يذهب إلى فرعون، أرسله إلى فرعون وأعطاه آيتين. الآية الأولى أنه يضع العصا الذي معه فيستحيل إلى ثعبان كبير هائل، ثم يأخذه ويعود عصا. والآية الثانية أنه يدخل يده في جيبه ثم يخرجها بيضاء كالشمس، وقال له: اذهب إلى فرعون. فطلب موسى عليه السلام من ربه أن يجعل معه أخاه هارون وزيرا ي؆ازره ويعينه، فاستجاب الله دعوته وقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فذهب موسى وهارون إلى فرعون، دخل عليه وأخبراه أنهما رسول رب العالمين، وأمراه أن يؤمن بالله وأن يترك الجبروت والكبر والطغيان، وأن يخلي عن بني إسرائيل الذين كان يعذبهم ويستعذبهم. عند ذلك استكبر فرعون وتجبر وهدد، فأراه موسى عليه السلام ما معه
من الآيتين. فلما أراه هاتين الآيتين قال هذا سحر، وعندنا سحرة نجمعهم، عندنا لنأتينك بسحر مثله. زعم أن هذا سحر، فجمع السحرة وتواعد الناس في يوم معين واجتمعوا بحضرة فرعون وبحضرة الوزراء وبحضرة الملأ وكبار القوم. فأمر موسى عليه السلام السحرة أن يلقوا ما معه، فألقوا ما معهم من الحبال والعصي المحشوة بالزئبق والحيل، فصارت تتقلب كأنها حيات، تتقلب كأنها حيات، وهو سحر تخيلي، خيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى. عند ذلك ألقى موسى عصاه، ألقاه فصارت حية عظيمة التهمت كل ما ألقوه في الوادي، التقمت كل ما ألقوه في الوادي من العصي والحبال، وهمت بالحاضرين أن تلتقمه، فخافوا خوفا شديدا، فأخذها موسى بيده عليه الصلاة والسلام، فعادت عصا كما كانت. عند ذلك شهد السحرة أن ما مع موسى آية من آيات الله، معجزة من معجزات الأنبياء، وليس هو من السحر، لأنهم يعرفون السحر. فآمنوا بموسى وخروا ساجدين لله عز وجل. فعند ذلك غضب فرعون وهددهم بالقتل والصلب، تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، ولكنهم صبروا وتمسكوا بالإسلام، فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فنفذ فيهم عدو الله ما أراد، وماتوا شهداء. وعند ذلك زاد شر فرعون وقومه على بني إسرائيل، قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. فصبروا، ثم أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل من مصر، فخرج بهم ليلا، أسرى بهم ليلا. فلما علم فرعون بخروجهم غضب غضبا شديدا، وجمع جنوده وأتباعه، وخرجوا في آثارهم حاقدين. فلما صار وقت الصباح، وقت الإشراق، وإذا موسى وبنو إسرائيل على حافة البحر، وإذا بفرعون وقومه قد أدركوه من خلفهم، فصار موسى وبنو إسرائيل محصورين بالبحر وبالعدو. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره الله أن يضرب بعصاه البحر، فضربه به فانفلق وتجمد وصار أسواقا على عدد قبائل بني إسرائيل، كل قبيلة لها طريقا يبسا، فدخلوا من هذه الطرق ومشوا على البحر يبسا حتى خرج آخرهم من البحر. ثم تبعهم فرعون وجنوده فدخلوا، فلما تكاملوا داخلين أطبق الله عليهم البحر وأغرقهم عن آخرهم، وبنو إسرائيل ينظرون إليهم، وأهلك الله فرعون وقومه، ونجى موسى
وقومه، وهذا مما قصر الله عز وجل علينا في القرآن لنعتبر ونتعظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والبيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى نبوءه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن هذا الحدث الذي ذكره الله في القرآن من قصة غرق فرعون كان في اليوم العاشر من شهر الله المحرم المسمى يوم عاشوراء، وقد صامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل على نصره إياه وإهلاك عدوه، وهكذا النعم تشكر، النعم تقابل بالشكر ولا تقابل بالافتخار والكبرياء والغطرسة والأعياد المبتدعة، وإنما تقابل بالشكر والعبادة. فموسى عليه الصلاة والسلام صام هذا اليوم شكرا لله، وصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فقال عليه الصلاة والسلام صوموا يوما قبله مخالفة لليهود، صوموا يوما قبله، وفي رواية أو يوما بعده، فيستحق صيام هذا اليوم يوم العاشر من شهر محرم، وأن يصام يوم قبله، فإن فات اليوم الذي قبله يصام بعده ولا يصام وحده مخالفة لليهود. فقال عليه الصلاة والسلام لصوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، فهو يوم عظيم، وفضله فضل صيامه فضل عظيم، فعلينا أن نغتنم هذه النعمة وأن نشكر الله على نصر دينه وإعلاء كلمته، وأن نصوم هذا اليوم اقتداء بكليم الله موسى عليه السلام، واقتداء بخليل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه وارمد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم شتت شملهم. اللهم أضعف قوتهم. اللهم أضعف بأسهم. اللهم ارمد كيدهم في نحورهم. اللهم اكفنا شرهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ولي علينا وعلى المسلمين خيارنا واكفنا شر شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.